جوزي الاولاني اتجوزني وانا عندي 12 سنه، وخدني وسافرني معاه الاردن وعشان نعيش هناك. طبعا هو خد عيله معايا مش فاهمه حاجه في الدنيا، ما كنتش عارفه اقرا ولا اكتب بمعنى اصح. وجه في مره طبعا ما كشف على كده، ما قفش لي الخلفه وكده، بقى يدربر حاجات غريبه. جه قام موديني مره على ورقه على كلام كده، اتاري الكلام ده بقى تنازل عن حقوق الشرعيه. طبعا لما نزلنا مصر وكده وجيت حكيت لبابا وكده، قلت له امر كذا كذا كذا. قال لي ازاي؟ قلت له لا هو بعدين. قال له انا مش عايز بنتك ما بتخلفش وكده. قال له بنتي قاصر. قال له لا، بنتك متنازله عن كافه شيء، عن حقوقها الشرعيه وعن النفقه وعن عفشها. يعني دمرني تدمير شامل، يعني غرقني بسبب الجهل بتاعي. واديني اهو عايش. جه بقى بعد كده طبعا عيالي في المدرسه، الجهل بقى مدمرني بزياده. كان عيالي الصغير اسلام ده كان بيعيا، محمد كان بيعيا، يكتبوا لي ليهم علاج، ما كنتش عارفه اديهم العلاج ده. تجربه ان انا مضيت على مستقبلي وعلى كياني وعلى حق الشرعي، يبقى فين بقى؟ يبقى الجهل ضلمه. لكن لما يكون العلم نور والعلم قوه ده كويس. جابت لنا تليفون، قالت ايه رايكم تتعلموا عليه؟ طبعا كلنا ضحكنا. في حاجه بقى جديده كده عملها لنا في الفصل، قالوا لنا في برنامج على التليفون. ايه تعلم من غير معلم دي؟ قال يعني تكتبي فيه الالف، لو انت مش عارفه الحرف هو ينطق، يعني شغله ونشتغل عليه. اجيب حرف الالف، مش حد يضحك على عيالي ومديني على حاجتهم. لا، العلم نور، العلم سلاح، العلم الشمس بتاعت كل بيت.